عملية طبية بإذن الله يسمع كلام ابنك. إن شاء الله. أولا هل سجل كلامي؟ سجل كلامي أمي، أريد أخدمك في سبيل الله. خلاص سامي، شكرا، جزاك الله خير. جزاكم، سوي تسجيل كلامي، تسجيل أمي. أي أي سوي تسجيل ماما، تسجيل، سوي تسجيل. أي سويت تسجيل. أي في تسجيل. ماما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكماء من المن وما هو شفاء للعين. الكماء عربي يسمونه الشماء، أنتم عرب؟ أيوه عنينا عرب. أنت عربية؟ أي عربية. الحمد لله. ماما، ثلاث مرات ماء الشماء، ثلاث قطرات ماء الشماء، ثلاث مرات كحل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اكتحل فليوتر إنه يجلو البصر ويمت الشعر. ثلاث مرات خلي كحل على عينك، وثاني ثلاث قطرات ماء الشماء، واستكان عصير الجزر، ويوميا خمس دقائق سوي هكذا ماما، خمس دقائق تنظر على اصبعك هكذا خمس دقائق. وماما خمس دقائق يمين يسار، شوف ماما شوف. وخمس دقائق انظر لابنك، انظر لابنك.